أنا المحامي يا قاضي، أنا المحامي يا قاضي، اسمع كلامي يا قاضي، أنا المحامي يا قاضي، اسمع كلامي يا قاضي، قاضي التزوير يا قاضي، قاضي التزوير يا قاضي، قاضي التسويد يا قاضي، قاضي التليفون يا قاضي، قاضي التليفون يا قاضي، قاضي التليفون يا قاضي، قاضي العبارة يا قاضي، قاضي العبارة يا قاضي، اسمع كلامي يا قاضي، اسمع كلامي يا قاضي، أنا المحامي يا قاضي، أنا المحامي يا قاضي، أنا المحامي يا قاضي، أنا المحامي يا قاضي، ارفع راسك يا محامي، ارفع راسك يا محامي، ارفع راسك يا محامي، ارفع راسك يا محامي، انت الدرع وانت الحامي، 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 سجل سجل يا تاريخ، سجل سجل يا تاريخ، سجل سجل يا تاريخ، سجل سجل يا تاريخ، القضاء بها بطيخ، القضاء بها بطيخ، القضاء بها بطيخ، القضاء بقى بطيخ، والنيابة بقيت بطيخ، والنيابة بقيت بطيخ، أول مطلب للمحامين، أول مطلب للمحامين، أول مطلب للمحامين، أول مطلب للمحامين، الحصانة للمحامين، الحصانة للمحامين، الحصانة للمحامين، الحصانة للمحامين، تاني مطلب للمحامين، تاني مطلب للمحامين، لا لحبس المحامين، لا لحبس المحامين، لا لحبس المحامين، لا لحبس المحامين، ثالث مطلب للمحامين، ثالث مطلب للمحامين، احنا صوت الجماهير، احنا صوت الجماهير، احنا شعلة التحرير، احنا شعلة التحرير، احنا شعلة التحرير، احنا شعلة التحرير، احنا ثورة التنوير، احنا ثورة التنوير، احنا ثورة التنوير، العدالة مش تقاضي، العدالة مش تقاضي، العدالة محامي وقاضي، 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 انا عايزين سجل سجل يا تاريخ، سجل سجل يا تاريخ، سجل سجل يا تاريخ، مرتضى مرتضى عامل نجم، قانون السلطة القضائية أحمد الزند من نهاية المطاف أو من الآخر خالص عايز يخلي نقابة المحامين خراب، مش عايز يخلي صوت للمحامين في مصر خالص، وطول ما البلد ما فيهاش قضاء واقف قضاء جالس عادل مفيش تنمية حقيقية هتحصل في مصر. مصر مش هتتقدم إلا لما يبقى فيها وزارة عدل حقيقية، مش وزارة عدل كل همها السطوة على حقوق الآخرين. القانون السلطة القضائية عايز يورث القضاء لأولاد القضاء. نسبة 25% اللي المفروض للمحامين، 25% ديت أحمد الزند عايز يديها لأبناء القضاء. أحمد الزند اتسأل قالوا له طب انت دلوقتي ازاي هتاخد ابناء القضاء رغم ان تقديراتهم ضعيفه والمحامين التقديرات بتاعتهم يعني احيانا خريجين كليه الحقوق بيبقى تقديرات عاليه وبتفضل عليهم ابناء القضاء. بيرد بمنتهى يعني بمنتهى يعني الطبقيه، رد فيه طبقيه ويقول ايه؟ يقول ان مش شرط يبقى الطالب كليه حقوق او خريج حقوق جايب تقدير عالي علشان يتعين في النيابه. الشرط الوحيد ان هو بعد ما يتعين في النيابه يبقى قاضي كويس او يبقى وكيل نيابه كويس، وعمر ما واحد ضعيف في القانون ما درس القانون ما جابش تقدير ممكن يبقى وكيل نيابه كويس. فاللي احنا بنقوله يا جماعه ان قانون السلطه القضائيه يجب ان لا يمرر حتى لو على جثثنا، قانون السلطه القضائيه حتى لو على رقبينا دم بدم بتمرير قانون السلطه، قولوا للزند خلاص اتلم، لا احسن تبقى دم بدم، لا احسن تبقى دم بدم، قولوا للزند عايز ايه؟ عايز الشعب يبوس رجليه، لا يا زندي مش هنبوس، والمحامين عليك هتبوس.